طيب ايضا في السوبر المحلي الثاني في ابو ظبي، نزول كهربا كان بسبب فني ولا لانه كهربا جاي من نادي الزمالك ومش عارف ايه والكلام اللي حضرتك عارفه ده، هل نزول كهربا كان سبب فني ولا لا؟ لا طبعا ما فيش اسباب سياسيه بتتاخد حاجه زي كده ولا اداريه، هي اسباب كلها فنيه بحته. احنا كنا متاكدين ان كهربا متاكدين انه هينزل هيصنع الفارق، لان عارفين طريقه لعب كهربا وعارفين امكانياته الفنيه عاليه، وخاصه شفنا بعد وقت معين الزمالك تعبت، كان فرصه ان ينزل واحد زي كهربا بيتحرك وبيقدر يستغل المساحات، لان كان برضه كانوا عايزين نعزز حته المراوغه والاختراق، وعارفين كهربا عنده الحته دي كويس، وبرضه كهربا نزل وصرع فرص ولحقت له فرصتين، لحقت له فرصتين كان ممكن يسجلهم من غير نتيجه المباراه. لكن بس لازم نفكر من الناحيه الرياضيه، ده انسان وده بيلعب وطبيعي انه يضيع الفرص، ما نجيش نحاسبه على الفرص اللي بيضيعها في حين هو بيسجل فرص ثانيه. ما خفتوش من الضغط على كهربا في الوقت ده، خصوصا ان الجمهور كبير ونص جمهور الزمالك ونص جمهور اهلي، ما خفتوش من الضغط على كهربا خصوصا بعد الكلام اللي صادر بقى ان هو جاي من نادي الزمالك ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ كهربا لعيب بامكانياته كبيره وخبراته كبيره، بيعرف يتفاعل مع الظروف دي ومش ممكن يخضع للضغوط دي، ويعرف يبقى له دور كبير في الملعب بالذات في مباريات زي دي بفضل خبراته. لما اما لو ما كانش عنده خبرات كبيره ما كانش يبقى عنده مسيره كبيره حققها لغايه دلوقتي. احنا في الاول بدانا بال11 لعيب اللي شايفين هم انسب ان احنا نبدا بيهم، اللي هو ممكن يحققوا لنا الفوز. بعد كده التغييرات اللي بنعملها، التلات تغييرات عملناها واحد بنفكر ان احنا نحسن ادائنا الفني عشان نكسب المباراه. لعبنا بادجي ولعبنا كهربا، حاجات كلها هجوميه عشان نكسب. بقى بيحصل طبعا ان انت في الاخر بجانبك التوفيق ما بتحققش الفوز اللي انت بتنتظر من المباراه. كيف بيتم التعامل في المباريات؟ يعني ده سؤال بقى بعيدا عن الكلام ده كله، يعني هل مثلا قبل المباراه حضرتك بتحط تشكيل، ميشيل بيحط تشكيل، وفي النهايه فايلر بيختار، التعامل بيبقى ازاي حتى في التغييرات؟ محتاج الناس محتاجه تعرف هذا الموضوع. لا طبعا المدير الفني هو اللي بيختار، المدير الفني هو ريني فايلر. ايوه احنا بيقعد يسمعنا بياخد راينا الفني قبل المباراه، كلنا بنقول راينا وفي الاخر القرار بيرجع ليه هو. دايما بنبص بنبني الخطه او بنبني التشكيل، بنحط تشكيله حسب الفريق الخصم هيلعب قدامنا، بنشوف افضل 11 لعيب يناسبوا خطه الفريق بيلعب قدامنا، ازاي نلعب قدامهم وازاي نحقق الفوز انسب قدام الخصم ده. روني فايلر هو اللي بيعمل التغييرات خلال المباراه، بس طبعا بيتحاور معانا وبياخد راينا. طبعا في اي جهاز فني ناجح لازم المدير الفني بياخد راي مساعدينه، لكن في الاخر القرار الفني بيرجع ليه هو، لان هو المسؤول الفني رقم واحد للفريق.